شهدت البلاد طفرة تنموية شاملة في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم بشكل عام يعني الأساسي والعالي، حيث بنيت المؤسسات التعليمية على طول البلاد وعرضها وزودت بالمستلزمات والوسائل التعليمية المساعدة في خلق بيئة تعليمية ملائمة لكل الأزمان والأمكنة. فمن جامعة واحدة منذ العام 1972 وحتى عام 1990، فاليوم صارت بفضل الله ثم بتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وإصرار الدولة على تطوير التعليم لأنه العامل الأساسي للنهضة والتنمية، فأصبحت الجامعات والمعاهد التخصصية العليا أكثر من 20 مؤسسة تعليمية عامة تؤدي رسالتها العلمية بجانب المؤسسات التعليمية الخاصة والتي يصعب حصرها في هذه العجلة. وكل عام تزداد أعداد الطلاب المنتسبين إلى التعليم العالي نسبة لارتفاع أعداد الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية العامة، وهذه الطفرة جيدة وأن الدولة تسير نحو التنمية المنشودة بخطى ثابتة مستجيبة لكل التغيرات والأحداث التي تطرأ من حين لآخر. 2016 كان فوق مشاكل شيخ في إضرابات هنا المعلمين، كان كله فوق إضرابات هنا الطلاب. نتيجة قدرنا لجينا أكثر من الجامعات قدروا ختموا سنة 2016-2017. تاني نتيجة مشت عندنا نظمنا جورني سيانتيفيك أسامير سيانتيفيك. تاني نظمنا مشت تعرفوا بدينا اللانسي الإكول دكتوراه أول مرة نقول في السنة في دامة جامعات تقدر باللغة الفرنسية ممكن خلاص تقدر تدرس لحد مجال هنا الدكتوراه مجال هنا الكاميس. أول مرة 48 مدرس أسجلوا في الليست هنا الكاميس، ده أول مرة شرف كبير في التعليم العالي. هنا العلاقات عندنا قدمنا علاقة كثير مع دولة خاصة مع تركيا في مجال التعليم الآلي ومع تونسيا. ساعدنا الجامعة مش تعرفوا جامعة إيميكوسي في العلاقات مع جامعة هنا سفاكس، وقدرنا في ده حولنا جامعة اسمها مادة هنت السيها دي قدرنا حولنا في جامعنا وإن شاء الله يدرسوا فوق تشادين في مجال هنا التيب، وده شغل جديد ان شاء الله بيزيد عدد هنا خارجين حقنا المخرجين هنا في مجال هنا التيب، وده بيخلينا كله نفتو سانتر اوسبيتاليه يونيفرسيتير مش شنو مش نخط مش لبتان وايد كبير خاص يكون بيساعد في الدراسه هنا الطلاب اللي في مجال هنا التيب وبيساعدهم هم كله بلغوا مش بقول شنو مش المكان اللي بيدربوا فوق. ففي السنوات الأخيرة تراجعت مستويات التعليم بسبب الإضرابات المتكررة من أساتذة التعليم العالي حينا ومن الطلاب أحيانا كثيرة. فإن اختلفت الظروف والأزمنة فإن المطالب واحدة وهي علاوات البحوث العلمية للأساتذة والباحثين ومنح الطلاب. ولتجاوز هذه العقبات في السنوات القادمة فإن الحكومة اتخذت الحوار وسيلة للتفاهم وحل جميع القضايا المختلفة والتي تتباين فيها الآراء ووجهات النظر بحسب إفادة وزير التعليم العالي. المينا كله منعنا وتمنعنا المينا ده شان بيساعد بس الطلاب شان بقدروا بخلوا أجيلهم في قراية. أي طالب قد بدفع أنا السؤال هم البقر السنة الأولى بدفعوا هم البقر السنة الثانية السنة الثالثة هم دول وكداك هم البورسية حكومة تدفع له هسه حكومة البورس مين ما فيها حكومة ما تدفع للذول أي ذول يدفع لنفسه قلنا هم القايدين خلاص قايدين داخل في السيستم ده يدفع أي ذول يدفع الأول بكفو ده عنده تقريبا 4800 أي طالب القايد خلاص في النظام ده المسجل خلاص قاعد بجري ممكن بكفي لحد خروجه وهم الجداد بيجوا بكفوا 10000. الجامعة فيصل مش تعرفها ما 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 جامعة حكومية، جامعة نقول لها ديتيليتي بيبليك ممكن الوزارة تشيف شغل اللي بيكون هناك، أما هي ما قاعدة 100% ما تشتغل 100% مش الجامعات حكومية. في ده هم نظامهم ممكن بيتابعوا فوقها
وبشيش بشيش نشوف كيف نقدر نساعدهم في التنظيم حقهم ده. فيا ترى انتهى العام 2017 بحلوه ومره كما يسميه المواطن العادي، ولكن يبقى الأمل بعد الله معقودا على الدولة والحكومة بتحسين أوضاع الناس وحياتهم المعيشية، وخاصة مسيرة التعليم حتى تصبح مسيرة صحيحة دون انقطاع بسبب إضراب أو أي عارض آخر. وكل عام والبلاد بخير.